أخبار اليوم. كل مرة دي تاني مرة في حياتي فيها 57 كذا 57. الواحد مش عايز يقول بينبسط، الواحد بيزداد أمل إنه هناك منظومة في مصر، مش منظومة طبية ومش منظومة بحث علمي، إنما منظومة نجاح. ويمكن هو ده اللي مقربها كتير قوي من النادي الاهلي، وجه التشابه اللي كان بيقول عليه الدكتور شريف، انه اي منظومه في مصر بتنجح لازم كلنا نقف وراها ونساعدها ونساندها بكل ما نقدر. الحقيقه 57 53 ادت مثال للمصريين كلهم على المستوى زي ما بيقول مش الطبي ولا الاداري ولا على مستوى الاجتماعي، بتقرب الناس. النهارده انا بشوف في التلفزيون 57 والكليه الحربيه هنا والكليه الجويه هنا والجيش هنا والمؤسسات المختلفه هنا، وبتمنى ان كل المؤسسات الرياضيه تبقى بتساند 57 53. احنا كان لينا الشرف كنادي اهلي ان احنا نبقى من المساندين لهذا المشروع العملاق، وخدنا بيه موافقه جمعيه عموميه وطرحناها في الجمعيه العموميه. والحقيقه شعور الجمعيه العموميه كله وشعور اعضاء النادي الاهلي وشعور جماهير النادي الاهلي اللي احنا هنحاول ننميه في الفتره القادمه، يعني لابد ان يكتمل بحاجات زي البروتوكول اللي بيتمضي النهارده بخطوات ايجابيه اكتر شويه. وانا كنت لسه بكلم معالي الوزير عمرو عزت سلامه بقول له هل ممكن ان منظومه زي دي ناجحه تخش في مجالات اخرى؟ فقال لي لا، انا بنحاول نخلص او نتفوق في اللي احنا فيه، وبعدين ومن هنا جه الاقتراح اللي بشكره عليه جدا طبعا، وبشكر 57 53 ان هم يجوا يعملوا سكريننج لاعضاء النادي الاهلي. وبتمنى ان دي تبقى على جميع الانديه مش بس على النادي الاهلي، لانه النادي الاهلي صحيح هو الاكثر شعبيه وهو الاكثر جماهيريه وهو الاكثر تاثيرا في الشعب المصري، انما ده زي ما بقول نتيجه نجاحاته الرياضيه والكرويه والاداريه. فانا شايف وبتمنى انه الاخوه القائمين على 57 53 يطلبوا زي ما هم عايزين الدكتور شريف، اطلب الخمسه والسبعه وكل ما انت عايز. معانا ناس هنا، معانا الخبرات هنا اللي شالت اكثر من سبعه وشالت اكثر من 20، ومعانا الشباب والامل والامل اللي 57 53 بتديه لنا الحقيقه. وانا شايف انه المنظومه دي بتدي مصر كلها امل، وهذا دون مجامله، يعني الكلام اللي انا بقوله ده ما فيهوش مجامله. انا كل ما باجي هنا بحس انه في امل ان البلد برغم كل المصاعب اللي بتواجهها البلد اليومين دول واللي بنحاول نخرج منها كلنا، الامل لو ما كانش مبني على اساس ما بيبقالوش تاثير. انما هنا انت بتشوف الامل بيتحقق وبتشوف النجاح بيتحقق.